أهلا بكم، فقناتكم ملخص في المعدانة. قصتنا حقيقية حصلت مع شرطية سابقة ما كانتش عارفة إن عملها الجديد بعيدا عن سلك الشرطة هيغير حياتها للأفضل، برغم الرعب اللي ما كانتش ممكن تتخيل إنها تواجهه. وده اللي هنشوفه في فيلمنا النهاردة، واللي هو The Passion of Hannah Grace. فلو ما تبعتش قصتنا لحد النهاية صدقني مش هتعرف كل الحكاية. بيبدأ فيلمنا مع بنت اسمها هانا جريس، وهي متكتفة على سرير في جلسة طرد للجن اللي متلبسها. وأول ما يحاول الراجل اللي بيعمل لها الجلسة يقرأ عليها تاني، الجن اللي متلبسها بيتجنن ويخبط الراجل اللي بيقرأ عليها على دماغه. وهنا جسم هنا بيتشنج وبيتحرك حركات غريبة ومخيفة، وبعد ما بتهدى شوية بيقرب منها أبوها ويقول لها لازم تقومي، وترد عليها بصوتها وتستنجد بيه. وفجأة نظرة الخوف اللي في عينيها بتتحول لنظرة شر وهي بتضحك، وهنا بنعرف إن دي مش هنا وإن الجن رجع يسيطر عليها تاني. وبتبدأ ترفع الراجل اللي بيقرأ عليها عن الأرض بدون حتى ما تلمسه، وبصرخة واحدة بيتقدف ورا مسافة كبيرة وبتخترق إحدى التماثيل جمجمته ويموت فورا. وبيبدأ الجن يخنق مساعده ويقول له إن هنا ملكه هو وبس ومحدش يقدر يخرجه أبدا. وأما أبوها ولما بيلاقي الجن اللي ماسسها ملهي في الكلام مع مساعد الراجل اللي لسه ميت من شوية، بيستغل الفرصة وبيكتم نفس بنته اللي فشل في علاجها. وبعد دقايق معدودة بيكونها حياة بنته للأبد، وعني كلها حزن وقلبه بيتقطع عليها. وبعد مرور 3 شهور بنشوف الشرطية السابقة مجان اللي بتكون رايحة مقابلة عمل في مشرحة مستشفى في مدينة بوسطن، ولما بتوصل بتقابل الدكتور لويس اللي بيحذرها ويقول لها اللي بيشتغل هنا هيشوف حاجات غريبة مع مرور الوقت. وهي بترد عليه وتقول له ما تخافش كلنا هنموت في النهايه. وبعدها بيبدا يشرح لها هتتعامل ازاي مع الجثث من حفظ وتصوير ورفع بصمات، ويقول لها ان شغلها بيبدا من 7 بالليل ل6 الصبح. وفي نهايه المقابله بيقول لها اهلا بيكي في الفريق، وبتشكره مغن انه قبل انها تشتغل معاهم في المستشفى وبتمشي. وبيجي اول يوم ليها في الشغل وبتستلم اول جثه وتبدا تشوف شغلها زي ما اتعلمت من الدكتور، وبترفع بصمات الجثه وبترجعها الثلاجه تاني وبتروح تغسل ايديها. وهي خارجه بتفضل تتخيل مشاهد مش بتروح من ذاكرتها ابدا. المشاهد بتكون عن المجرم اللي كانت بتلاحقه هي وزميلها في الشغل، والمجرم ده قتل زميلها. وفي الموقف ده بتكون واقفه عاجزه قدامه ومش قادره تعمل اي حاجه، فبتحمل نفسها ذنب موت زميلها. وبيعدي اليوم على كده، وبيجي تاني يوم وتعيد اللي عملته اول يوم، ويرن جرس استلام الجثث. وبتنزل ميجان علشان تستلم الجثه، لكنها بتلاقي مشرد هو اللي عمل كده، فبتكلم الامن وتقول لهم يتصرفوا معاه. وبيرن جرس استلام الجثث تاني وبتنزل برضه، وبيبقى المرة دي عربية الإسعاف فعلا، وبتساعد راندي المسعف لأن زميله مش موجود معاه النهاردة. في نفس الوقت بيكون المشرد اتسحب ودخل المشرحة من وراهم، وبتكون الجثة لبنت اسمها هينا جريس. أيوة، هي البنت اللي كانت في جلسة طرد الشيطان في أول الفيلم. جثة هينا المسكينة بتكون مشوهة وباين عليها آثار التعذيب، وكل لما ميجان تصورها بتحصل مشكلة والصورة مش بتتصور، وتجرب كذا مرة وتفشل إنها تصورها. ونفس الوضع برضو في البصمة، كل لما تحاول تاخد البصمة الجهاز مش بيتعرف عليها، وتضطر بعد محاولات فشلة كتير انها تحطها في التلاجة من غير ما تاخد بصمتها او حتى تقدر تصورها. ولما تدخلها التلاجة بتلاحظ هزات خفيفة في الارض خلت الادوات والانابيب الزجاجية اللي بتستعملها توقع على الارض وتتكسر، فبتبدأ تلم الازاز المكسور من على الارض، بس الازاز بيجرحها في ايدها، فتدخل الجثة التلاجة وتروح علشان تعقم وتضمد ايدها. لكن المفاجأة ان باب التلاجة اللي لسه مدخلة فيه الجثة بيتفتح تاني، وبترجع ميجان وتقفل الباب تاني وتبدأ تدور على معلومات تخص البنت دي. ومن ضمن المعلومات اللي بتلاقيها ان البنت دي عينيها كان لونها بني، فبتستغرب ده لان الجثة اللي معاها لون عينيها ازرق. وعلشان تتأكد بتفتح التلاجة تاني وبتشوف الجثة، وفعلا لون عينيها بيكون ازرق، وبتلاحظ دبانة ماشية على وشها وبيطلع لها كمية كبيرة من الدبان بعد ما حاولت ترفع الغطاء عن الجثة. فبتقول في سرها ان دي اكيد مجرد تهيؤات. وشوية بتبدأ تسمع صوت في المشرحة، فبتفتكره في الاول صوت حد من الامن، ولما تروح تتأكد وتدور على مصدر الصوت وترجع بتلاقي جثة هينا مش موجودة في مكانها. وبتلاقي برضو المشرد اللي دخل من غير ما حد يحس اول ما استلمت الجثة ماسك جثة هينا وبيهددها بالسكينة، بس هي عشان شرطية سابقة بتقدر تتعامل معه وبتضربه، لكنه بيهرب فبتجري علشان تبلغ الامن. ولما بترجع له تاني بتلاقي الراجل اخد الجثة وعايز يرميها في محرقة الجثث بتاعت المشرحة. وهنا بيجي الامن وبيمسكوه وبيفضل يقول لازم تحرقوا الجثة دي، لازم تحرقوا
لقوا الجثة دي؟ انتوا مش فاهمين حاجة، دي لسه عايشة. بس الشرطة بيكونوا وصلوا وقبضوا عليه، وبترجع ميجان الجثة في تلاجتها، ويرجع الباب يتفتح تاني وهي مش ملاحظة علشان كانت بترد على مكالمة. ولما بترجع للجثة مش بتلاقيها في نفس الوضع اللي سابتها عليه، فبتقلق. ولما بتركز أكتر بتلاقيها بتتنفس كمان، فبتترعب. في الأثناء دي بيجيلها زميلها أندرو المشرحة علشان يطمن عليها، فبتسيب واحد من الأمن مكانها. ولما بتشوف أندرو بتقول له جيت في وقتك، وبتديله بصمات هنا اللي قدرت توصل لها لما بحثت عن معلومات عنها، وبتطلب منه يكشف على بصمتها ويحاول يوصل لأكبر كم من المعلومات عنها. وأما ديف عنصر الأمن اللي كانت موقفة ميجان مكانها، فكان قاعد بيلعب ومش مهتم بالحراسة ولا حاجة، وفجأة بيسمع صوت من جوه المشرحة. ولما بيدخل بيلاقي الصوت طالع من التلاجة اللي فيها جثة هنا، وأول ما بيفتح باب التلاجة بيلاقيها فاضية، فبيبدأ يقرب علشان يتأكد، بس بيلاقي إيدين بتمسكه من سقف التلاجة وبتبدأ تسحبه لجوه وهو بيقاوم، وبترميه لبعيد. وبيحصل معاه نفس اللي حصل في أول الفيلم مع الراجل اللي كان بيحاول يقرأ عليها، وبترفعه لفوق وبترميه في آخر الأوضة وتخبطه في الحيطة، وبعدها تسحبه تاني لغاية ما بيبقى فوق التلاجة بالظبط، وبيدخل جوه التلاجة وبيتقفل عليه. ويبدأ ديف المسكين يصرخ وكأن حد بيعذبه أبشع تعذيب، وبعد شوية بيسكت وما بيتسمعش صوت في المكان. وهنا بنعرف ان الجن اللي مسيطر على هنا خلص على ديف. ولما بترجع ميجان وتدور على ديف مش بتلاقيه، فبتدخل الحمام، بس بتدخل لها كرة صغيرة من تحت الباب، ولسه هتقرب ايدها منها وخلاص هتمسكها، بتلاقي ايدهن مسكتها فبتترعب. وهنا بيجي لها مكالمة من اندرو يقول لها فيها ان السجلات بتقول ان صاحب البصمات دي ميت من 3 شهور. فبترجع ميجان تدور تاني عن كل معلومة تخص هنا، وبتكتشف انها بالفعل ماتت في جلسة طرد أرواح شريرة، وإن الكنيسة الكاثوليكية بيقولوا إنه استولى على جسمها أرواح شيطانية. وبترجع ميجان تاني للتلاجة وبتخرج جثة هنا، وبتلاحظ وجود جروح كتير خفت مع إنها المفروض جثة، بس العجيب إن جروحها خفت أسرع من أي حد عايش. فبتروح فورا للأمن وبتطلب منهم تشوف التسجيلات اللي سجلتها كاميرات المراقبة، وفعلا بتشوف خيالات هنا بتتحرك في المكان. وفورا بتروح لزميلتها في المستشفى اللي جابت لها الشغل في المشرحة أصلا، وبتحكي لها على اللي بيحصل معاها، لكنها مش بتصدقها نهائي. وبتتعقد الامور اكتر لما زميلتها بتشوف حبوب هلوسه في شنطه ميجان، وده اللي اكد لزميلتها ان ميجان بتهلوس وان مفيش حاجه من اللي بتقولها حصلت. فبتسيبها صاحبتها وتقف على سلم المستشفى، وبتلاقي نقطه دم نزلت على ايدها. ولما بتبص فوق بتلاقي ظل واحد بيبص لها، فبتطلع ورا الظل وبتلاقي جثه معلقه في زاويه السلم، بس من اللبس باين انه عنصر من امن المستشفى. وهنا بتظهر لها هنا، فبتهرب منها لغايه ما توصل لسطح المستشفى. واول ما بتوصل مش بيبقى قدامها اي طريقه تهرب من هنا بيها، وتقف قدامها وهنا ترفعها من على الارض، والمره دي بتقتل ضحيتها الجديده بشكل مختلف. فبدل ما تخبط في الحيطة بتخنقها وتكسر عظمها وهي متعلقة في الهواء لحد ما تموت. وأما ميجان فبيجيب لها المسعف راندي جثة جديدة، وتقول له يجي معاها توري له جثة هنا وإزاي إن كل الجروح اللي كانت فيها خفت. فبيستغرب جدا من اللي شافه، وبتكمل ميجان كلامها وتقول له إن الجهاز اللي بتستعمله لمسح البصمات اشتغل مع كل الجثث إلا جثة هنا، ونفس الموضوع حصل لما جربت تصورها. وبتحكي له عن كل اللي وصلت له والمعلومات اللي عرفتها عنها. فبيقول لها المسعف أنت بتشتغلي في المشرحة وبالليل كمان، تعرفي ان اللي انت بتعمليه في نفسك ده هيخليكي تتجنني، واكيد كل اللي بتقوليه ده ليه تفسيرات منطقية، فما تخليش تعبك يأثر عليكي. وبيسيبها ويمشي. بعدها بتطلع ميجان بره وتتكلم في التليفون. في الاثناء دي بتكون جثة هنا جروحها خفت بشكل كامل، وسابت المشرحة باللي فيها ونزلت في الاسانسير، وما نزلتش علشان تهرب، لا دي نزلت علشان تقتل المسعف الثاني راندي. واما ميجان ولما بتكتشف انه جثة هنا اختفت من المشرحة، بتنزل تحت وبتلاقي مسعف راندي مقتول في الجراج جنب عربية الإسعاف. فبتتصل فورا باندرو علشان تبلغه باللي حصل، وبتلاقي بيقول لها ان المشرد اللي هم قبضوا عليه عندها طلع والد هنا، وقتل كمان 2 من الضباط وهرب، وممكن يكون في طريقه للمستشفى تاني. وفعلا ما بتلحقش ميجان تنهي المكالمة الا وبتلاقي والد هنا في وشها، وبيعرفها انه هو والد هنا وانه قتلها غصب عنه ولكنها ما ماتتش، وان جسمها بيتعالج وبيتعافى بقتل الناس. علشان كده كان كل لما حد بيختفي بيكون في جرح أو مجموعة جروح من جسمها بيختفي معاه، وده هو السبب اللي خلاه عايز يحرق جثتها. وبيقول لها إنه حاول يفهمهم إيه اللي هيتعمل فيهم أكتر من مرة، لكن محدش صدقه أو إداله فرصة يشرح. وأما ميجان فبتصدقه وبتروح معاه الأوضة اللي بيحرقوا فيها الجثث، وأول ما بينزلوا
بترمي هن أبوها في النار، فبتهرب ميغان منها وبيغمى عليها من الخوف. في الأثناء دي بيكون أندرو وصل للمستشفى وبيشوف جثة المسعف راندي وبيطلب الدعم يقوله فورا علشان يدوروا على ميغان، وكمان علشان يشوفوا لو في أي جريمة قتل تانية حصلت في المكان. وهنا بتكون ميغان صحيت، بس بتلاقي نفسها جوه التلاجة اللي كانت حطت هن فيها قبل كده، وبتعرف ميغان إن كده جدور عليها علشان تموت زيها زي كل اللي قبلها، لكنها بتستجمع اللي باقي من قوتها وبتضرب الباب بإيدها، وعلى غير المتوقع فعلا بيفتح باب التلاجة، وبتلاقي أندرو عنصر أمن تاني وهن كمان، واللي وكأنها مستنياهم يتجمعوا علشان تقتلهم كلهم مع بعض. وبالفعل بتبدأ بعنصر الأمن وتخلص عليها، وبعدها ترفع أندرو، لكن هنا كانت ميغان بتفتكر زميلها لما مات قدام عينيها، وعشان ما قدرتش تعمل له حاجة في وقتها ده اللي خلاها تندفع وتستجمع قوتها تاني وتتحدى نفسها، علشان هي مش عايزة يحصل مع أندرو نفس اللي حصل مع اللي قبله، فبتاخد مسدس أندرو وتخلص الرصاص اللي فيه على هنا. وبالفعل بتقدر تنقذ أندرو وبتقول له ينزل لوحده علشان في حساب عايزة تصفي مع اللي مسيطر على جسم هنا، الجن ده اللي كان سبب موت ناس كتير من اللي كانوا شغالين في المستشفى والمشرحة الفترة اللي فاتت. وترجع ميغان لجثة هنا وتقف قدامها وتبدأ تزقها على أوضة حرق الجثث، وكانت بتقاوم، لكن خلاص ميغان الموضوع بالنسبة لها بقى شخصي ومش فارق حتى لو ماتت معاها. وفعلا بتقدر ترميها في المحرقة وبتقفل عليها بعد ما قدرت تواجه مخاوفها بنفسها وشوية، وبتوصل الشرطة للمكان بعد ما رجعت ميغان لحياتها الطبيعية تاني. وبكده يخلص فيلمنا. ما تنساش الشكر منك على تعبنا باللايك والسبسكرايب وتأكيد تفعيل الجرس علشان توصل لك ملخصات أفلامك اللي بتحبها. سلام.